تمام هسه ننزل ننزل دمبلز نرخي العضلات شويه ناخذ خلينا نقول نرخي جسمنا شويه عمود العضلات بين كل سيت وسيت يكون خلينا نقول دقيقه ناخذ نريح العضلات بها عمليه تكون سريعه للدم اكثر والجسم يستفاد من عنده اكثر هسه شو حسنا ناخذ وزن شويه اعلى نحاول ندير الوزن اعلى شويه تركيز واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة جيد ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نزلة هواي اكو ناس مثلا تقول بثناء التمرين اكو مثل الناس تحب تاخذ بروتينات ولا مكملات هذا الشيء كله غلط ما نريد احنا مثلا ناخذ مكملات بالعكس حسن اكلك حسن نومك حسن تمرينك كل شيء كثير يعني مثلا اذا تيجي تتمرن مثلا تقول ها انا اليوم تعبان ماكو شيء هذا اشرب لك فنجان قهوه احسن ما تاخذ لك مكمل وتضر به نفسك يعني مكملات احنا نسمح لنا ناخذ مكملات بس ما انصح بالمكملات نهائيا ليش؟ انا بالنسبه مثلا العب سباقات كابتن حامد مثلا يلعب سباقات ماكو واحد لا تقارن نفسك بواحد يلعب سباق انت ما عندك مثلا السباق حسن اكلك وكلش كافي نرجع حامد على الوزن الثقيل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نزل بطيء 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 جيد 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 نزل هسه ناخذ تمرين ثاني هذا احنا نتمرن هسه مثلا بالصاله الرياضيه احنا مثلا مو شرط مثلا انت تجي تتمرن بصاله لا عادي تاخذ لك مثلا دمبلصات خفيفه على قابليتك انت ما تصعد اوزان عاليه تقدر تتمرن بهن هسه ناخذ تمرين ثاني للعضله الكير همين بس هنشغل اكثر من عضله راح ناخذ تمرين مطرقه بتركيز نشغل به الوسطيه ويشتغل بها الساعد ويشتغل بها الكير على كبره حامد صير هيك باتجاه هيك تمام خذ مطرقه على راسك روح تمام جيد دائما نطلب مثلا للجيم ليش مثل واحد مثلا اكو مثلا طب للجيم ها كابتن مثلا يشيل هالقد وزن والصياح بالقاعه هالشيء ما يفيدك انت بالعكس تتمرن على قابليتك لو قبلك مثل اكثر من 10 سنوات يتمرن او 5 سنوات تجي خلال بيوم يومين تصير مثله جيد 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 نزله ناخذ دقيقه ونرجع نكمل بوزن اعلى شويه حامد استخذ لي وزن اعلى بس اخذه غلط عم نشوف الحركه الغلط روح جيد ارجع على الصحيح حلو صح تركيز اكثر نشتغل بيه سلو اكثر جيد نزل هذا كان التمرين الثاني نسوي جلسة بدنا ناخذ تمرين المنزلي احنا نقدر نتمرن بالقاعة نفس التمرين عادي ما عندنا اي اشكال بس مثلا تقدر تاخذ ذين تقدر تتمرن بيهن تمرين الذراع هسه راح ناخذ تك دمبلس يكون منحني بس شو نسوي احنا ناخذه مسند نسند بيه هيك تكون الايد العكس هنا تمام تمام جيد جيد دش بالعضله شلون بدها تصعد تنزل العضله بدها تشتغل 100% صح جيد تمام هسه اخذ اليد الثانيه
جيد. صح. ليش بدنا نشتغل اكثر من عضله؟ بدنا نشتغل وصله، ثبت فوق. باع هاي عضله، العضله الثانيه انزل. باع الكيال ده يصعد ينزل. يعني اكثر من عضله بدنا نشغل. هاي نزل. هذا كان التمرين الثالث حلقة اليوم. دائما كل نهاية تمرين ورا ما تكمل كل شيء ترتاح، خلينا نقول 45 دقيقة تقدر تاكل لك وجبة، وجبة خفيفة تكون مثلا خلينا نقول ناكل شوفان، ناكل مثلا بياض البيض او صدر الدجاج، دائما تكون وجبة ناشفة. واهلا وسهلا بكم ونلتقي بحلقة جديدة.